السلام عليكم حبيبتي، كنتمنى تكونوا بخير، اموركم كلها بخير. سمحوا لي ما صورتش لكم مقدمه لانه في هذا النهار بقيت مشغول هكذا ونسيت انه ما سلمتش عليكم، لهذا بغيت نسلم عليكم من يعني من هكذا وانا كندير في المونتاج. نتمنى تكونوا بخير، اموركم كلها بخير. اكيد عرفتوا شكون معايا في هذا الفيديو اليوم. اغلبكم كتعرفوهم، منال ومحمود والوليد ديالهم اللي عندهم قناة، فان شاء الله غادي نخلي لكم القناة ديالهم هكذا في صندوق الوصف. الناس اللي ما كيعرفوهمش تعرفوا عليهم، الناس اللي عمرها دار، ناس تراوش، واكيد يعني كيديروا لكم بزاف ديال الحويجات اللي في القناة ديالهم. المهم محمود ناعس وكيشخر كيسلم عليكم حتى هو. هذا توليو دائما تسمعوا الصوت من وراء المونتاج. الله يحفظ لكم وليداتكم، الله يحفظو يا رب. فكما قلت لكم ان شاء الله اليوم واحد الفيديو اللي هو خفيف ظريف، يعني ما فيش بزاف ديال الاشياء، ولكن غير بغيت نخلي هكذا يا ذكرى يعني بحال هاد الفيديوهات العزيز عليا نصورهم، اللي يكون فيهم واحد المحبه واحد المحنه بين بنات البلاد في الغربه، او لا كتكون فيهم واحد صله ديال الرحم. فلهذا علاش لا ما نعطيوش حنا واحد المهم هكذا واحد الصوره للبنات. الغزالات ديال هذا هو الفطور ديالي، هذه البلبوله بالحلبه درت فيها شويه ديال حب الرشاد وهنا التمر، وهذا اليانسون اولا النافع زوين، هذا الغازات للبطن وداك الشيء كينفع حتى في الحليب، ومنها كيمشي يعني كيمشي للبيبي، هاد الاعشاب تمشي كلها للبيبي بلا ما تحتاجي تشربي. صافي هذا هو الفطور ديالي. بالنسبه للبلبوله راه كدير الحليب زوينه وهادشي اللي كاين. المهم غدا نفطر دغيا وغدا نمشي نوجد معاكم شي حاجه. المهم البنات هادشي اللي وجدت. المهم هاد الصينيه وبريري ضروري، الصينيه وبراد، وهنا هاد الفقاس كان جابتو ليا مسكينه ديك البنت لبنى اللي جات عندي المستشفى الله يخلف عليها. هنا درت عواشقات فورشيت، هنا حطيت بيصير، عندي واحد لي طارت اولا واحد حلوه لاكريم في الثلاجه غنحطهم من بعد، وهنا درت التمر، وهنا درت هادو اللي كتشاركتهم معاكم تما الشوكولاط، وهذا السلو. المهم غير قبلوا عليا وصافي، والله لانه مازال ما كنقدرش نتحرك بزاف، درت غير داكشي اللي عندي موجود. بالنسبه للغدا ان شاء الله محمد غادي يجيب لينا، المهم كياخذ خدا الحوت انواع ديال الحوت داكشي، وكيدي كيشوي في واحد البلاصه، لانه مازال ما كنقدرش نتحرك بزاف اولا ندخل للكوزينه غير داكشي خفيف طريف. المهم انا غطيتهم هنا خليتهم حتى من بعد، يعني حتى مورا الغدا وداكشي، ونحطو هادشي ان شاء الله. وغادي نزيد العصير، درت العصير برد، غادي نجيب كيسان ديال العصير وداكشي حتى هما نحطهم، اللي بغى عصير اللي بغى شي حاجه المهم يشربها. المهم الغزالات ديالي عرفت وصعد لبست عليا، انا لبست غير هادي شويه هكذا عريضه يعني شويه بارده حيت الشتا مازال عندنا الصهد. صافي محمد مشى خرج باش يمشي يجيبهم من المحطه، وهادشي اللي كاين. المهم انا البنات كنا خرجنا من غير واحد الكافي حتى يعني قريبه للدار هكذايا، بعد ما تغدينا المهم الحمد لله ما صورناش تغدينا هكذايا، ودرنا الكوتي، وبعد ذلك عاد باش خرجنا من غير واحد الكافي هكذا بالليل باش ما يملوش، لانه نهار كامل هما في الدار، وخا يعني ما قادرش، ولكن المهم غير تمشينا شويه هكذا بالطوموبيل، من الطوموبيل للكرسي، من الكرسي للطوموبيل. وانت انا بدلت الجو شويه معاهم صراحه، يعني في هكذا في المهم في برا. هذوك الكافيهات كنت صورتهم لكم قبل يعني من بعد من هادو، فيهم واحد البريكه زوينه. سلام بنات، رجعنا لكم مره اخرى، خرجنا شويه غير هنايا لهاد هاد القهوه اللي هنا، حيت كتصورتها قبل هنايا وما عارفين هذا. المهم غير بركنا شويه، ولكن الدراري كلشي كيبكي، ما غادي نرجعوا دابا للدار. نرجعوا للدار صافي. المهم حتى نمشيو تما كنا ان شاء الله نكملوا معاكم ان شاء الله. يلا تحيه كبيره كبيره للمتابعات ديال البشرة، تهلاو فيها بزاف بزاف، وبغينا نوصلوها ان شاء الله 100,000، ما كرهناش والله العظيم في اقرب وقت. اجي هذيك منظره واحد قبل ما يكمل محمود اشهر ان شاء الله. ياك ان شاء الله يا ربي الحلم ان شاء الله. صافي حنايا جلسنا واحد شويه هنايا، صراحه مزيان الاجواء هنايا، مبرده وما كاينش الحراره، والناس كل واحد جالس في حاله، جلسنا شويه. المهم شربنا هكا قهيوه وداك الشيء ياك، صافي جلسنا واحد شويه. ومحمد هو دابا ولدي، يعني خصو يمشي للدار، خصو ياكل، خصو ومحمود هو خصو ياكل، محمد ومحمود
الفيديو راه محيحين الهرام. المهم دابا غادي نمشيو للدار. نمشيو للدار ان شاء الله نكملوا معاكم. نمشيو للدار نكملوا معاكم. بصراحه كانت الخريجه مزيونه اختي بشرى ولا العاده. خريجه غيرت واعره. ما قادراش احنا تحركنا شويه وصافي. حركناها خرجنا بزاف منا. يلا حبايبنا خليكم معنا. يلا. صافي. يلا. صباح الخير البنات ان شاء الله هذا ثاني نهار. اليوم منال غتمشي غير فيك. ايوا منال غتمشي. المهم بيت عندنا البارح وبقينا صورنا البارح جانا النعاس هلكونا مع الولاد كانوا كيبكيو فبقينا صورنا وصافي هادشي اللي كاين. المهم وزنا نهار زوين. ما صورناش الصراحه ما صورنا حتى شي حاجه بقينا غير حتفتفت. تلهينا بزاف مع مع العواوي مع محمود ومحمد. وكنشكر بزاف بزاف اختي بشرى اللي استقبلتنا واحسن استقبال احسن استقبال ومحمود ربي يخليه له ربي يخليه له ويحفظه له ان شاء الله المره الاخرى ان شاء الله هكذا نكون بخير نخرج ونصور برا ان شاء الله نكون بخير نصور برا ان شاء الله في اسكندريه نمشي ندور في اسكندريه مدى صعيب حيت بشرى والله العظيم انا انا ما بغيتش يعني نعذبها ولا شي حاجه انا جيت غير باش نطلع عليك ما كنتوش مرسي باش نطلع عليك نشوفك نشوف كنت محمد محمود شوف انا شوف انا كيتخلطوا لي محمود مع محمد ديما كنقول مثلا محمود كنقول له محمد بابا سميتو محمود وهذا بابا سميتو محمد وكلشي جوج بيهم بحال بحال كلشي من الحمد والله ايوا الحمد لله الحمد لله ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله حتى نجمعوا في ساعه الخير نعمل لكم فيديوهات مزيانه ان شاء الله مع بعضياتنا ونخرجوا هكا فاش تولي اختي بشرى لاباس تولي مزيانه يكبر هذاك تكت شويه يكبر شويه باش تقدر يكبر شويه ان شاء الله حتى يوم ان شاء الله. وشكرا بزاف بزاف على لا لا نهائي والله ما كاين شي مشكل لا بالعكس والله ونستونا والله الا جيتي ونستونا والله العظيم ربي يخليك ما عارفه ما كاينش شي حاجه. يلا البنات بغينا غير نسلموا عليكم ما نمشي واحد الروينه لا غير نسلموا عليكم شويه عليك بشويه حتى تقرا عاد ان شاء الله غنسلم عليكم نقول لكم السلامه هكذايا واخا ما صورنا لكم حتى شي حاجه ولكن المهم قضينا هكذا وقت زوين يعني كان غير نهار ان شاء الله مره اخرى هكذا نصوروا لكم فيديو ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله. المهم بغينا نبقاو هكذا على راحتنا يعني ما بغيناش نبقاو شادين غير الكاميرا ونصوروا داك الشيء فمره اخرى ان شاء الله. وشكرا منال اللي ضربت التمارة صراحه ضربت ساعات طويله لا والله بالعكس والله العظيم لا بعاد صراحه كنت بغيت نجي نشوفك اصلا في النهار الاول بصح بصح هي قالت لي نجي نبرك معاك تتولي لاباس وداكشي قلت لها انا لا قلت لها لا تتولي انا لاباس باش نعبرك معاك نيت ماشي تجي ضربي تعمارة ماشي مشكل نهائي يعني حتى انا ما بغيتش مثلا نجي ومثلا تبقى تسينا تنوض لا لا ماشي مشكل بالعكس انا نجي باش نعاونك نسينا خصني النوض ضروري ما خصني النوض حيت انا مجربه وعارفه هذا هذه هي الغربه هذه هي الغربه شنو نديرو الحمد لله. يلا انا فرحانه بزاف بزاف قسما بالله فرحانه بزاف حيت شفت بشرى كنشوفها في الفيديوهات دابا شفتهم بشرى لا هي هي الصراحه اطيب انسانه قلبها طيب ما كاينش شي وحده ما تخيرش على الوجه ديالكم ما كاينش شي وحده في الطيبه ديالها ما تخيرش عليك وعلى البنات والله تاتي بحالك ربي يخليك بشرى كما كتشوفها في الفيديو محترمه طيبه دار ديالها نظيفه كلشي كلشي هو هذاك شويه 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 دابا لا والله عاد المغربيه هكا معروف بالتاويل والله وهي بشرى مطوله انا كنشوف فيديوهات كنشوف داكشي مطول هكا وهادشي والله العظيم ربي يخليك ربي يخليك الله يكبر بك وان شاء الله هكذا نشوفهم فيديوهات اخرى ان شاء الله ان شاء الله يا رب يلا نقول لهم سلامه باش ما يجيش فيديو طويل يلا سلامه ان شاء الله نشوفكم قريب قريب ان شاء الله ونشوفونا مع بعضياتنا ان شاء الله قريب يلا الله سلام عليكم يلا باي باي. المهم حبيبات ديالي بغيت نوريكم شنو جابت ليا منال. هادو الحليب هذا حليب المهم هما عندهم حماته قالت لي حماته هاد البيض ديالهم لان حماته هي اللي كتربي الدجاج وهاد الحليب حتى هو كنظن ديالهم هذا حليب جاموس يعني حليب طبيعي فهذا انا جبت وحده باش نفيضها وهذه كنديروها في المجمد حتى كنبغيو يعني حتى كتبغي تستعمليها عاد باش كتفيضيه لانه طبيعي وهذا بيضات بلديه صراحه فنين ونوريكم الدجاج البلدي ولكن في الفريغو
المهم هذا الدجاج البلدي عرفته زوين البنات، دابا راه درتو يتجمد. هادو ربعه تبارك الله يعني مسكينه والله الا كلفت على نفسها. هادو حتى هما مربيينهم كنظن، شوفوا عرفت خصنا هادشي نمسحو يا ربي. المهم ربعه حتى هما مربيين هاد الدجاج، حماته اللي مربيه الدجاج ومربيه هاد المهم داكشي ديال شنو كنسميوه ديال الدواجن. فطبيعه الحال غيكونوا بنات. المهم هادو خصهم غير شي قصريه ديال الرفيسه، ما بغاش الصراحه يبركوا لانه كانوا مشاو. المهم كما قلت لكم بنات ما بغاوش يبركوا لانه ماشي اسكندريه، ما كون درنا شي قصريه رفيسه الصراحه. وصافي هادشي اللي كاين. المهم بغيت نوريه لكم، عرفتي حسيت بحال شي امي جايه عندي. انا ملي كتكون جايه عندكم امك مثلا شي بلاصه، ولا كتكون في الباديه ولا شي حاجه، ولا كيكون شي واحد جايب ليها هادشي كتجيبو كتقسم معاك بيضات بالدجاج، شويه الحليب، شويه اللبن، شويه الدجاج. والله الا داك الدجاج تعرفوا فنين البنات ومغسولين، وقلت لكم كيبريو. ايوا المهم المهم تنشاركوا معكم شي شهيوه، بغيت غير نوريكم هادشي وغادي نوريكم طبيعه الحال الكادو ان شاء الله اللي جابت ليا منال حتى هو الله يخلف عليها. المهم غير غنسنجمع هادشي وغادي نوريكم الكادو. سلام بنات. المهم مابقيتش رجعت لكم انا ومنال داك النهار. المهم هاد الجزء هذا كنصورو تقريبا من بعد 3 ايام او 4 ايام، لانه داك النهار ملي كنا رجعنا داكشي قلنا لكم غادي المهم غادي نكملوا معكم، ولكن للاسف ما صورناش يعني ما كملتش الصراحه. حتى كتلاحظوا الفيديو انا ما بصورش فيه بزاف ديال الاشياء. داك النهار فاش رجعنا انا كنت تعبه شويه، المهم وكان محمود بغير دار باش مشغوله معاه داكشي، بقينا مشغولين المهم باركين وصافي. راكم عارفين يعني كيكون يلا الزياده كل شويه الواحد كيجي الجوع وفاق. فالمهم قلت غادي نصور لكم هذا الجزء ونوريكم الكادو اللي جات ليا اختي منال الله يكبر بها والله يخلف عليها. ونقول لكم انه حنا ما صورناش لكم داكشي بزاف صراحه، يعني انا ما كنتش بغيت نصور المهم غير داكشي بسيط. وحتى انا كنقول لها صوري يعني تشغلنا كما قلت لكم بالهضره وصافي، بقينا هكذا. وحتى الرجال حتى هما بقاو كيتحسسوا، فكنا خلينا هكذا يعني ديك اللحظه الواحد بلا ما يبقى هز التليفون وكيصور صافي. هادشي اللي كاين. شنو اخر بغيت نوريكم هذا الكادو اللي جات ليا منال. المهم غير الدجاجات والبيض داكشي داكشي راه داكشي كادو صحي. المهم جات ليا هاد هذه عجبتني انا ما شريتهاش ليه صراحه. شفتوا هذه ديال الشتا اللي كتلبس لبيبي تبارك الله، هذه راه تاخذ معاه تاع الشهر تاخذ عامين. عرفتوا مقطنه من الداخل غزاله الشكل ديالها داير بحال هكذا وفيها الطرابيش. تلبسيها لي صافي تحطيه في ديك البوسيط اولا في الدار نيت، لا ما تبقاي تلبسي ديك تحطي عليه المانطا. صراحه انا كنخاف كل شويه كنمشي كن كل شويه كنمشي نشوف لي يهز داك ليزار ولا شي حاجه يحط على وجهه يتخنق، ما عندي تيبقى يفرك تيبقى يتحرك هكذا تبارك الله. فهذا هو الشكل ديالو، فيها الرجيلات من التحت داكشي ديال اسكيمو غزال والله العظيم عجبتني صراحه، وغادي تنفعني بزاف في الشتا وفي المهم في هذا الوقت اللي جاي دابا. فالمهم هذا هو الكادو ديال منال وزروره قطو زروره طبيعه الحال. شكرا منال الله يخليك حبيبه ديالي، نردها لك ان شاء الله بساعه الخير انت وزوج ديالك وليدك الله يحفظو لكم يا رب. وكما قلت لكم بنات المهم هذا كان فيديو سريع يعني جدا ما كانش فيه التفاصيل. المهم يعني وزنا وقيد زوين باتوا معايا الصراحه، صراحه هي بكل صراحه يعني هي كانت هضرت معايا قبل ما نولد قالت لي بشرى انت غادي تولدي انا بغيت نجي نكون معاك يعني في المستشفى، وبغيت المهم برك معاك ديك اليومين 3 ايام الاولى، بغيت شي حاجه تهزي شي حاجه نطيبها لك. قلت لها شوفي منال انا النهار بغيتك تجي يعني بغيتك تجي هكذا مرتاحه تجي نبركو نكون قادره نبرك وداكشي، ماشي تجي تضربي تماره. اي الواحد محتاج الواحد جنب منه، ولكن الصراحه تتبغي الواحد يعني اول مره يجي عندك مسكين يجي تضرب في ضرب تماره ما فيها باس. المهم داك اليومين 3 ايام المهم هي الوقت فاش جات عندي كتأدى ديك الساعه ولات تمشي 8 ايام بحال هكذا. المهم كما شفتوا معايا قبل انا كنت دايره الشوربه تكون دايره داكشي. المهم حتى من بعد غدا نعاود لكم على الولاده ديالي شنو اللي ساعدني يعني حتى الوزن ديالي اللي كيلا كتشوفوا يعني الحمد لله بدا كينزل بسرعه. المهم الا بغيتوا ان شاء الله من بعد نحكي لكم على الولاده، نحكي لكم على بزاف ديال الاشياء صراحه اللي انا اكتشفتها. كلشي داز الحمد لله بخير وعلى خير يعني بال كما كنقولوا العزيمه ديالك وسميتو كتوقفي وكتنوضي وكت
كتشدي حيلك خلاوها المصريين. فهادشي اللي كاين من هنا كنقول من هنا شكرا حبيبه ديالي، ضربتي يعني طريق وجيتي عندي، فشكرا لك، الله كثر خيرك، ان شاء الله نتجمعوا على خير وبخير في ساعه تكون لي زوينه، ما نكونش عيانه ما نكونش مريضه، نديروا الشهيوات ان شاء الله. ونرحب بكم يعني هكذا مهم من الكوزينه ديالي، لانه مهم جيتوا عندي يعني داكشي غير حتى الاكل وداكشي غير جبنا برا لانه ما كنقدرش نطيب. فان شاء الله مره اخرى منال وصافي، هادشي اللي كاين البنات. المهم غير بغيت نسد معكم الفيديو، نقول لكم شكرا شكرا لكلشي البنات اللي كانوا كيمشيو كيقولوا لاي وحده بنت بلادي سيري عندها، بالعكس بنات بلادي راهم يعرفوا الصواب مزيان يعني. ف يعني الناس كلهم اتصلوا بيا، الناس كلهم سولوا فيا، شكرا لهم. واي وحده بغات تجي مرحبا بها، على راس العين داري معروفه على راس العين، ربي يخليكم الله يكبر بكم. شكرا لكم تنتو معايا خواتاتي اللي في القناه المتتبعات، ما نقولش متتبعات كنقول خواتاتي. شكرا لخالاتي اللي كيسولوا فيا كيدعيو معايا، شكرا لكل شيء البنات اللي دخلوا جداد، شكرا لاي وحده دخلت وخلت لي تعليق في الفيديو ديال الولاده، شكرا لكم بزاف البنات، الله يكبر بكم، الله يحفظكم ليا، الله يرزق كل محرومه. اي وحده خلات لي تعليق راه كنديما من القلب والله العظيم نقول الله يرزق كل محرومه، نقول لكم الله يرزقكم من غير ادويه، بلا ادويه بلا دكاتره، تكونوا هكذا مخططين باش تمشيو ديروا العمليه، تلقاي راسك انك حامل في داك الشهر، الله يرزق يا رب، لاني ما نبغيش لك. نعم زوينه العمليه، واحده تعطيك واحد الامل، ولكن فيها واحد التعب، جهدي جهد يعني تعب معنوي تعب مادي. ف ما نبغيش لكم هادشي كله، بغيكم يعني تفرحوا بلا اي حاجه، خصوصا الناس اللي ما عندهاش ماديا، الله يفرحكم يا رب، الله يشافي كل مريض، الله يشافي خالاتي، الله يشافي اي واحد مريض وكيتفرج فيا. شكرا للناس، شكرا للجيران ديال خالتي اللي دائما كيتفرجوا فيا ودائما كيسولوا فيا، شكرا لكم، شكرا للجيران ديالنا، ربي يخليكم، شكرا لاي واحد بارك ليا وفرح ليا واستسمح لاي واحد بكيتو فيديوهات ديالي، ولكن هذاك هو الواقع ما نقدرش نزوقه، هذيك هي حياتنا في الغربه ما نقدرش نزوقها نهائيا. كما عرفتوني دائما المهم كنقول لكم داكشي اللي كاين، كنعطيكم طاقه ايجابيه كنعطيكم امل، ولكن بعض الخطرات الواقع ديالنا كيكون هكذاك. فانا بغيت نشارك معكم لانه بعض الناس كيفكروا انك انت في الغربه اولا انت برا بلادك راكي مرفهه وكي كي يعني كينشالك بالريش، ولكن حنا للاسف بزاف ديال الحاجات ملي تخرج من بلادك كتولي كتبان لك عسل يعني كيقول لك اللهم كثر من بلادي ولا ما عرفتش تسل البلدان ولا شنو داكشي. فطبيعه الحال خصوصا انه هاد الظروف اللي حنا كنمروا بها ديال هاد الفيروس وهاد الشيء حرمتنا بزاف ديال الحوايج، حرمتنا نشوف عائلاتنا، حرمت عائلاتنا يجيو عندنا بزاف ديال الحوايج، ومازال مازال مازال حرمانا بزاف ديال الحوايج. الله اعلم امتى غادي نمشيو، حتى لو فكرنا نمشيو اصلا التيكيت ما نقولش لكم يعني حنا في مصر واصل عندنا المليون فقط انا بوحدي، يعني فتخيلي انك بغيتي تمشي انت وزوج ديالك ووالديك وعاد التحاليل. فالمهم ما نطولش لكم دو 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 هاد الموضوع ما غيساليش، حمودي صحا حمودي فا. المهم من هنا شكرا لكم، شكرا لمنى، شكرا لكلشي البنات اللي تيسولوا فيا، بوسه كبيره لكم وان شاء الله نرجع لكم فيديوهات جايين. شكرا للدعم ديالكم، ان شاء الله قربنا نوصلوا 100 ألف، هادشي بفضل ديالكم. يلا باي باي البنات.